السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليك سي القريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفتيني أنا اللي كنزيد عندك لي دعوة دوزتيني في الراديو. أيه مرحبا لالا. راني باقا داري مسدودة اللي عطوني أنا اللي مستفيدة بلا استفادة. داري مسدودة راها موجودة وداري مسدودة في المدينة القديمة وبقى كنترجى الله. مشيت عند سيد العامل مشيت عند سيد الوالي ما كنشوفهمش كيقول لي هذوك الكتاب سيري شوفي المحسنين وأنا ضايعة ودوزت العواسر كيبغى سيدي ربي وراه مسجدتك الوراق كلهم راه قريتيهم وجبتهم لك. اي لا قريتهم لا اياها لا راه جبتهم لك السي الكريبان ودابا انايا عاد نسلموا لك الملكيه. اي الله يطول عمرك. انا قلت لهم شوفوا عطوني عباس نكري ما بغيت لا والو انا ضايعه السي الكريبان. انت ما عندك وليدات؟ انت ما عندك وليدات؟ عندي الدراري وما خدامين ما قبلوهمش. لا اله الا الله. وانا من ذاك الوقت ملي جيت عندك انت شفتي الورق. اي شفت الورق انت وديك السيده اللي كانت معك بجوجكم ما عندكم هذيك عندها ولده دخلت البنكه وانا اللي بقيت. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وانت سي الكريبه الله يرحم لك الوالدين. راني واحله راني ضايعه وهي جايه عواشر عواشر ديال رمضان دوكوسا كيبغى الله عاد حباب الله ودابا كنترجى الله وسيدي ربي وانتوما. لا رشيده دابا انت فين جالسه حاليا؟ انا دابا جالسه عند بنتي. كنت كاري غلبني الكره واحد الراجل مسكين ما تخلصش مني من هذه كورونا ومشيت جالسه وشحال قد قلت لي عند بنتك. والدار ديالك اللي ساكنه فيها دابا الان سدوها؟ سدوها عندي التصويره وريت كل شيء مسدوده. شحال دوزتي فيها في العمر ديالك؟ شحال من سنه؟ دوزت فيها 55 عام. 55 عام؟ لا اله الا الله. دابا عندك عقد الاستفاده ولكن ما عندكش باش تخلص. عندي كل شيء وعندي تا وعد بالبيع. طلعت على الموثقه مسكينه وخلصت لي وعد بالبيع راه عدي وقالت لي ما صبت لك جهد. اياها لالا الله يفرج عليك. وقالت لي لكم والا وعد بالبيع راه وعدي وقالت لي لكم والا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وانا كنترجاو اليوم الجمعه لشي الكريبان. اياه راني صليت وطلبت سيدي ربي باش نهضر معاك تسمعني شي محسن ما باغاش الريبه يخلصها لي الورق عدي وياك كل شيء عندك نجيب لك ثاني الورق ويخلصها لي عندكم. يا رب يا رب يا كريم بإذن الله. الله يرحم لك الوالدين راني ضايعه والعيد الكبير اقوى جاي ما بغيت حتى حاجه رزقي الرزق ديال الكرش باش ما كان بنادم يعيش. لا اله الا الله. وبغينا اقدر الحياه. لا اله الا الله لله. والدار هي مسدوده والدار الاخرى هي موجوده اللي عطاوني واللي مشيت لعنده راه كل شيء عندي الوراق مشيت عند سيد الوالي ما شفتو مشيت عند سيد العامل ما شفتو كنشوف الكتاب يقول قال لا ما عندنا ما نديرو كثير شوفوا المحسنين وانا السي كريم من غنعرف المحسنين الله يجازيهم بخير من غنعرفهم. وخلل باذن الله للرشيده. لا اله الا الله. الله يفرج عليك لالا الله يفرج عليك. وهذا مشكل عويص جدا. في الدار البيضاء هناك دور آيله للسقوط كما في اقاليم اخرى، ولكن في الدار البيضاء هناك المحج الملكي قريبا من مسجد الحسن الثاني اللي غادي يخرج تمايا منذ سنين، وكاين تمايا الاشغال والاصلاحات توقفت منذ زمان وتصدعت جدران الكثير من البيوت، وكل مره كنسمعوا بان هناك حي يتساقط وفيه ضحايا والناس كيموتوا. طبعا السلطه المحليه خوفا على سلامه هذه الساكنه قالت لهم بان السكن ديالكم راه آيل للسقوط وخاصكم تخرجوا منه والا غتموتوا. راه الوقايه المدنيه دائما كتكتب بالوضعيه الخاصه. فجات الفكره انهم غادي يعطوهم تعويض ياخذوا سكن في ضواحي المدينه. هناك مجموعه من الاماكن اللي فيها الارض موجوده، كاين اللي عطاو بقعه ارضيه صغيره يتشارك معه مع واحد اخر، كاين اللي عطاو بارتمان من السكن الاقتصادي. ولكن ملي كيدخلوا للدار كيلقاو الدار فيها بيت 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 بيت، كل بيت فيه عائله. كتلقى دار وحده انت كتظن بان فيها عائله وحده، كتلقى فيها 10 ديال العائلات، كل واحد عنده غرفه. وكل غرفة مكونة من 7 أنفار، وهذا يقتضي بأن دار وحدة خصها تخرج 10 ديال الديور. والطريقة اللي استعملت الدولة هي منطقية. احنا في المغرب معروف بأن البلاد راه ما عندنا بترول ما عندنا غاز طبيعي ما عندنا ثروات، فاستعملت الطريقة ديال التخفيض أن غتحسب لابارتومون اللي كدير 25 مليون غديرها بعشرة المليون. ومن بعد كتسمى التكاليف ديال الملف من ماء وكهرباء وتأمين وغيرها.
طبعا الناس مشاو للبنكه مباشره وكياخذوا داك السلفه وكيدير لهم ثمن ديال الكرا. اقل ثمن تقريبا هو 800 درهم في الشهر كانك كاري. ولما تستكمل هذه المده تعطى لك. كاين اللي حضر راسه وقبل هذا العرض وقضى الله امرا كان مفعولا. كاين اللي عنده موقف يقول لك بسول العلماء فقهاء قالوا له الربا حرام وفأذنوا بحرب من الله ورسوله ما قدرش. كاين اللي عنده عائله وعنده احباب وسعوا عليه وخلصوا ليه. وكاين اللي بحال الوضع ديال رشيده ونساء اخريات معها راه كانوا كيجوا عدد تقريبا عدد كبير ديال الناس بهذا الشكل هذا. رشيده تقريبا شي 16 واحد انا عندي في لا ليست حاطهم شي ثلاثه قضينا لهم الغرض على شدة وعلى تعب ولكن الشيء الاخر صعيب. طبعا غتمشي عند السيد العام او السيد الوالي بالنسبه لهاد المسؤولين في هذه الظرفيه راه لا هم لهم الا مواجهه اخطار كورونا. راه رجال السلطه معروفين والساده العمال والولاه راه لا يكادون يجدون وقتا حتى يحكوا رؤوسهم. راه كتشوف شي والي ولا عام كتلقى حتى الكرافطه ما مقادهاش لانه ما عندوش الوقت تماما. كتلقاه كيجري من بلاصه لبلاصه همهم الاكبر هو هذا الخطر ديال كورونا. هو عنده الاولويه ديال الاولويات. وكاين بعض رجال السلطه اللي ولادهم ما كيشوفوهمش اسبوع واكثر من هذا الله يحسن عوانهم. فلا نكلف الاشخاص فوق ما يطيقون. فملي كتشوف الكتاب اللي في العملات او في كيقول لك سيري شوفي المحسنين. المحسنون غالبا هما الناس تاع القطاع الخاص. كتلقى عندهم شركات، كتلقى عندهم مشاريع تنمويه، وهاد المحسن اصلا يخرجون زكاه اموالهم. او كاين اللي فيهم كريم رغم فوق الزكاه كيعطي. لكن في الظرفيه ديال كورونا راه معظم هؤلاء المحسنين انفسهم صاروا في وضعيه صعبه. شحال من واحد دابا الان هو كيتسنى سلفه من هذا ديال البنك ديال الاكسجين. انه كيتسنى السلفه لان عنده موظفين خصو يخلصهم، عنده التزامات ماديه، عنده ضرائب، هو كيطالب، هو عنده ظرفيه صعبه. فهذه الظرفيه هي عامه على الجميع. لكن هذا لا ينفي ربي سبحانه وتعالى كريم وجواد وفي اي وقت ممكن يفتح باب من ابواب التيسير. فلاله رشيده انا باقي محتفظ بالملف ديالك، راه باقي عندي انت والسيده اللي جيتي معها وعندي ملفات اخرى ديال الناس. عدد واحد الفقيه ديال الجامع حتى هو تما مسكين راه جالس بوحدو وكيخمم جالس بها في الصمعه سد عليه تمايا في ظرفيه صعبه وغيرهم. وان شاء الله ربي يفتح ابواب. كنطلب الله تعالى هو الذي ينظر الينا وهو الذي يعرف احوال الجميع ويفتح الله باب من ابواب التيسير بفضل الله وجود الله وكرم الله. وهذا كنطلب ايضا من اللجنه المكلفه بترحيل هؤلاء الساكنه انهم يعمق التفكير ويبتكر أساليب أخرى، أساليب أخرى للأداء وأساليب أخرى لتمكين هؤلاء الناس من دورهم. لأن فعلا ملي كتمشي لهذه المناطق فيها الفقر الشديد بل الفقر الفظيع. والله غير الجمعة الماضية راني كنت تما لأن كان الناس كيجيو كنمشيو مرة مرة نقدموا مساعدات عبارة عن مواد غذائية، هذا جهدنا. لكن أنك تقضي لهم السكنة صعيب، صعيب بزاف، وهذا غير مجهود فردي، غير مجهود فردي لعبد ضعيف. فملي كندخل والله الا الجمعه اللي فاتت ملي سال البرنامج وبعد صلاه الجمعه مشيت لتما ديك المناطق الى غرفه غرفه، دخلت البيوت غرفه غرفه، كتبغي تقدم بعض المواد الغذائيه فكنلقى الناس مراض عندهم الصرع. وها تما لقيت شحال من واحد قال لي اقرا عليه شويه القران، هذا كيطيح وهذا كيغوت. دخلت من الظهر حتى ود العشاء. يالله يالله ربي سبحانه وتعالى فك صراحي. ولقيت الناس مساكين مضرورين، ناس مضرورين عندهم الفقر وعندهم قلة الشيء وعندهم المرض وجاتهم أمراض نفسية. وكاين وليداتهم ما خدامينش، بنياتهم ولا كيجيهم الصراع والمس. وهذه ظرفية صعيبة وحنا جميعا خصنا لابد نكتف الجهود والناس اللي هما أصحاب المسؤولية يفكرون في حلول ويفكرون في تدابير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ونتعاونوا جميع. واللي تغلب يرفع العالم الأبيض ويرفع يده إلى الله ويقول يا ربي إنك خلقتنا ونحن عبادك ولا رحيم سواك. والله تعالى هو الرحمن الرحيم وهو الكريم الجواد ذو العزة وذو القوة المتين. الله يفرج عليك لالة رشيدة وإن شاء الله نتمنى النداء ديالك يوصل
للسادة المستمعين، ولا تصل بنا أي محسن وأي رجل من أهل الخير، راه غنتواصل معك وإن شاء الله يكون خير بإذن الله. حفظكم الله ورعاكم الله وأسعدكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.